هل اعضاء بور يقدرون يطلعون من فيلة الزومبي؟ سأل مين؟ ايش؟ شو السالفة؟ شو السالفة؟ اخويا! السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم فيرو عبد الرحمن، رجعنا لكم اليوم في مقطع جديد ولكن في قناة الفريق مع الأعضاء. فكرة المقطع جدا بسيطة، أبى أحاول أشرح لكم إياها الآن، برضو أبى أشرح لكم إياها أنتم. جاهزين؟ جاهزين. We are. إيه خلص الكلام. إيش؟ We are بور. ما عنده أي كلمة يقولها. زي ما تشوفون أمامي مكتوب مهم جدا، هذا فيه تفاصيل المقطع كامل، لازم تعرفوا شيء. أنا ما أعرف أفتح ال سيداتي سادتي، أنتم الآن محبوسين في فيلة الزومبي. أوه. علشان تطلعون منها، نعم، لازم تخلصون المهام اللي موجودة في الظرف. عندي عندي عندي. إيش في هذا؟ أزالوها. لازم تخلصون المهام اللي موجودة في الظروف اللي هنا، تمام؟ حاولوا إنكم تجمعون أرقام الخزنة اللي موجودة عندي هنا. عارف الخزنات والله اني اعرف. لا طيب هذه خزنه صينيه ولا المانيه؟ هذه خزنه صينيه، موضوع نقدمها نفتحها. مين اقول خزنه صينيه ولا المانيه؟ المانيه بالراحه. انا اقول يا خلاص. تحاولون انكم تجمعون ارقام الخزنه اللي موجوده في المهام حوالين الفيلا علشان تاخذون مفتاح الفيلا تطلعون منها. عندكم 30 دقيقة علشان تهربون فيها، تمام؟ وإذا ما هربتوا بينهار عليكم المكان وبياكلونكم الزومبي. صبر صبر صبر، أنا أحتاج الموضوع في ركض. إيوه شو بهذا؟ على حسب طريقة لعبك. تنبيه، كل شخص منكم عنده مهمة مدتها دقيقتين، كل شخص منكم بيساعد بعض علشان تحلون المهام اللي موجودة، تحاولون تطلعون الرقم حق الخزنة اللي موجود. فتحتوا الخزنة، تاخذوا المفتاح، جي لكم، تطلعون برا الفيلا سالمين. ما أخذت المفتاح بينهار المكان. نطلع غانمين. إذا ما جبتوا المفتاح بياكلونكم الزومبي، بينهار عليكم المكان. وانت تراك بتلك المعنى. ايش؟ تلك المعنى. ايش؟ تلك المعنى. كيف؟ باكل معه؟ ايوه. علشان تعرفون هذه أكبر نقطة ممكن أعطيكم إياها بتهمكم جدا، إذا طلعت صوت بمجرد بس شفت هذا الصوت؟ أيوه. الزومبي بيجون عليك هجوم. يا ويلي. لا لا مستحيل. يعني تمشي كذا. تبي يركضون الزومبي؟ أعيد وأكرر، حاولوا أنكم ما تطلعون صوت قدر المستطاع، تمام؟ أيوة. بمجرد أنك تطلع صوت أياً كان، صفقة باب، طاح شيء في الأرض، صوت رجلك، أياً كان، الزومبي راح يسمعون يجون ركض عليك، بيجون ركض عليك. نعم المقطع فيه ركض في حال أنك طلعت صوت. لا لا بسيط، إن شاء الله ما نطلع صوت. تمام؟ إن شاء الله ما نطلع صوت. جاهزين؟ أيه. جاهزين؟ أيه. مين منكم راح يضحي؟ عندي عندي بس ازهلوني. انت اللي انت اللي بتضحي. انا الشخص الاول. خطط لنا. لا لا ما عليك ما عليك ما عليك، ابى اشوف لكم المكان. في حال مرت دقيقتين وما سويت المهمه راح يشتغل المنبه اللي بتاخذه مع المهمه حقك. هذه جديده ما قلت لنا. اسمعوني، صح انك بيت صاحب الزومبي وكل شيء فيه رعب. بدر سلام عليك. انت بتضحي اول واحد. نعم تفضل خذ اول ضربه. اسمع 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 اسمع، انا عندي خطط كويس لكن ما اقدر اخطط من دون ما اشوف المكان. اوه يعني انت تلعب على الحبلين. إيه؟ كل ثقتنا فيك. انا انت مستسلم. انا عندي انا عندي المساعد الايمن. تم القط. القط القط خايف. القط انت خايف. تم اوكي ليتس جو. بدر اختار مهمه. خير الامور اوسطها، تمام؟ لكن ما في وسط فبختار اليمين مره. هذه ايه تفضل خذها وخذ معاك الجوال. بسم الله الرحمن الرحيم. ورني عزيزي المتابع، زي ما تشوف دقيقتين بمجرد انه يطلع من المكان الامن نضغط ستارت راح يكون معك في جيبك. تمام اقرا المهمه. طيب تفضل اقرا. يقول لك تروح غرفه الستريم وتجيب شنطه الاسلحه لكن فرقعه فرقع حقه الاحتفالات وارجع ركض. اوه والله ذي صعبه. طيب سؤال سؤال معليش دحوم، انت تبغاني عشان يجوني الزومبي فرقعت الاحتفالات؟ ليش الحركات الوسخة هذه؟ حطيتها تحت تابوت في الارض. ايش هذا في فرق؟ طيب بسم الله الرحمن. تعال تعال ودعنا يا بنو ودعنا قبل. اي والله والله بودعنا. بنو عالسلامة يا عيال. لو مت لو مت حلو، لو مت فلوسي قناتي كل علي كل شيء موجي صغير. يا رب تموت يا رب تموت. خشب لا لازم ودعهم والله. الله يقويك يا حبيبي. ودع ودع لازم ودع ودع. ابد ابد انت القناة لأخوي. ها القناة لأخوك. لأخوك لأخوك. بدر حلو، هذا الكشاف تقدر تستخدمه كذا حلو، وبرضه تبغى تكبره ترفع هذا. حلوة تمام تمام. جاهز؟ يلا أروح غرفة الستريم. عطني الجوال. طيب أي غرفة؟ عطني الجوال. تذكر دقيقتين ما سويت المهمة بيشتغل منبه، يعني لازم يكون معي. طلعت أي صوت بيجونك الزومبي. تمام تمام واضح. واحد اثنين ثلاثة.
انا عندي ايش كرو، ما راح ادخل غرفه غرفه، راح اشوفها من القزاز. اسرع لي شباب، ركزوا معي، في حال انكم سمعتوا الان اي صوت، سواء صراخ زومبي او اي شيء، اعرف انه بدر قاعدين يلحقونه، واحتمال كبير انه جي جي، واذا جي جي بيومك. بروح اشوف اي غرفه تسريب. هنا بث، هنا جالس يبث. هذا شلونك افتح كشاف؟ هل في شيء هنا؟ لا ما في. يا اخي انا ضد ان بدر يطلع هو الواحد. بدر ضحى. ضحى ليش؟ محتاجه. هذه شنطة، هذه هنا هنا هنا. والله اي كيو شفتها، ما راح تدخل من الغرف بسرعه، لا راح تشوفها من القزاز. فسؤالي الان، تبغون تطلعون من الفيلا ولا لا؟ ايه لا. اكيد. مين منكم ود انه يضحي في المهمه الثانيه؟ انا يا عيال، انا ودي اضحي، انا اخوي الصغير. يا عيال خلوا الموضوع عندي يا جماعه، خلوا الموضوع. ليش ابو سعد؟ ابى برجع. تبي ترجع صح؟ يعني تبغى تطلع من المكان؟ ابى بهرب. بسم الله الرحمن الرحيم. ايوه هذه المفرقعات، تمام؟ هذه المفرقعات، هذه شنطة الأسلحة، هذا السلاح. شوف القحة. لعن ولدي. يا عيال ما في زومبي. ها؟ ما في زومبي. ما طلعت اي صوت؟ طلعت. ما سمعت صوت الفرقعة. الا فرقعت ابوها. وين فرقعت؟ واه يوم وصل دقيقتين. اوه لما وصل دق المنبه. يا عيال ما في زومبي. انعكاس القزاز. الا والله في انعكاس القزاز هناك، في ناس تمشي. شوفون؟ عيال انا ما شفت زومبي ابد. هذا هو زومبي. ها شوف. يما. يا ساتر. في زومبي بقى ثاني. اعوذ بالله. اعوذ بالله. زي ما قلت لكم، خلصت مهمتك؟ لقيت ال هذا وش اسلحة؟ رمز؟ بدر. ها؟ في شنطة الأسلحة، أنت جبت سلاح. هذا وشو ذا ذي؟ هذا تعبي فيه السلاح. شنطة الأسلحة وينها؟ كيسة. طيب هذا السلاح؟ إيوه مكتوب لك المهمة شنطة الأسلحة. خلي هذا هنا، أخذها مرة ثانية. دقيقتين ولا تفضل. دقيقتين ثانية. واحد اثنين ثلاثة. زي ما شفتوا الان بدر رجع بس ما خلص مهمته، فبيطلع مره ثانيه. مين منكم بيضحي للمهمه الثانيه؟ تقولون ثقوا فيني بس الوقت دقيقتين، اذا ما رجعت تعرف ان الوقت خلص. ابو سعد بتخلص الدقيقتين؟ بيشتغل المنبه، تقدر تخلصها قبل دقيقتين؟ لا. ليش ما تقدر؟ بس بحاول. انا بحاول بدر. بس ثق فيك بدر. ابو سعد كبر خطوتك بس لا تطلع صوت. ورنا مهاره نقدر نثق فيك. نطلعك يا اخي. تعال امشي بدون صوت. زين امشي بدون صوت. يلا بدون صوت. ورنا امشي بدون صوت. امشي الان بدون صوت. يلا واحد اثنين ثلاثه. ليش؟ 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 والله ابو سعد وقف، تقدر تسوي كذا؟ الزومبي ما راح يقوم. اقسم بالله يا جماعه يبي له خمس دقائق هذا. بغير، صدقني انا اوافق، العب كنت زومبي والله، عندي مهارات، استراتيجيات، اكيد راح ندور. خلصها قبل دقيقتين، حاول اذا ما رجعت يا شباب الفاتحه. تكفى. تمام؟ تم. تفضل خذ لك يا كابتن. اخذ الحين؟ ايه. لو بدك سريع ذا. المنبه نكبني. لا يا يا والله يخوف. والله مو طبيعي. بدر اول شيء لازم تعرفون كم نقطه. بدر تعدد اشياء. امسك السلام. امسك السلام. عطني واحد عطني واحد بروح. امسك هات. لا انا بطقم بالزوم. امسك يا عيال. في عدة أشياء. المنبه والله إنه ينكب الزومبي. أبو سعد أسبطين ولا ركز معي. أقدر أسبقهم؟ أنا يسبقوني. بغي يسبقني لو إني من قريب لما المنطقة دي. ركضت بسرعة أنت؟ ركض وبغي يمسكني. سهبل يا أخي. مخشني من ورا. والله عظيم حرام عليك. طيب ركز معي سريعين، لازم قبل دقيقتين تخلصون الموضوع. طلعون صوت. والله هجت سريعين. إذا ابن أمك تقول أنا سريع خلص الوقت. وش يعني سريع يا رجال؟ شوف طولي.
بعد الحين تدري مين بيطلع؟ أسرع رجل في العالم. أبو السعد. يا عيال الأسلحة اللي معكم هذه ما نقدر نخاطر فيها الآن ونخلص أي شيء فيها. بنستخدمها وقت الهجة. وقت الهجة. أبو سعد. احتياط. ما نقدر نخل ما تقدر تصير أناني. ما تقدر تصير أناني يا أبو سعد. مو أناني واحد وبرجع. بنعطيك الطلقات وبعدين بيكون ما معنا إحنا طلقات. ما نقدر. لازم تأخذ الوظيفة. أبو سعد خذ ظرف. يلا يا رب يلا يلا. سريعين يا بنوح. بسم الله. يا رب علمني مهمتي ما بشوف أنا. والله أنا خايف. تكفى بنوح أنت تقول سريعين والله أنا خايف. أنقل الأمانة. أبو سعد. أمانة الجو برو. بسم الله. كويس. أبدا لا مو كويس. أبو سعد. جاهز؟ لا. هذا الكشاف ما يشتغل. أيوه بس. لا. بدون صوت ها؟ خايف أصخ نعالك تكرمون. أبو سعد. أيوة. مهمتك هي اقرأ. تروح عالم مودي وتجيب لوحة مودي. ولكن. ولكن امش على طرف أصابعك. ما عندي أصابع. كلها شوف. كأنها فخذ. تفرج معي. ما راح أوصل. لو ساعة. لازم تحاول. أبو سعد. أبو سعد الفشل الحقيقي هو فشل. طب وإذا طلع صوتي طب مثلي. خايف والله. الفشل الحقيقي. أيوه. هو الفشل عدم محاولة. لأنك ما أنت بطالع. لأنك ما أنت بطالع. أكيد بتقول فشل محاولة. تبيني أطلع؟ ها؟ تبيني أطلع؟ ابن أمك لو طلعت والله ما ترجع. يلا روح جيب. روح سابق. الزومبي ذا اللي يلحقني. ممكن تعطينا الصايح؟ أنت بتكتك. أنت شفت المكان. ركز ركز معي. إذا خلصت دقيقتين ورب الكعبة لو تركض بأقصى طاقتك لو في تيربو والله ما توصل. يعني سلم نفسه. والله انسدح. موت. طيب. تفضل. يا رب التوفيق. يلا يا عيال. والله إني خايف والله صدق. طالعني. يلا الحقوني. لا لا كذا بيعرفني الزومبي اكثر صار بالعرض اخر هو ما يشوفك هو بس يسمع يلا يا عيال جوال بسم الله جاهز لا دقيقه 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 يلا عيال الله يحفظكم الحمد لله الحمد لله ما في دور هذا اليوم تبى قناتي انت ولا ما تهم قناتي عندك مليون ونص اي خلاص نزل فيها شورت قناتي واحد اثنين والله مو جاهز والله مو جاهز خايف والله اني خايف نفس عميق والله اني خايف مين انت تفضل اول ما تجهز اضغطه والله اني خايف امسك يكون معي الجوال اي اول ما تضغطه بسم الله الرحمن الرحيم يا امك يا امك ما اقدر ما اقدر يا عيال والله ما اقدر والله خايف والله ما اقدر والله ما اقدر اكمل والله ما اقدر اكمل الله لا اله الا هو القيم قل اعوذ برب الناس ابو السعد اول مره يركض يا عيال اول مره يركض ابو السعد ما سويت شيء ما اقدر اكمل والله ايش هذا ابو السعد شلون المهمه ابو سعد لازم ما راح عنده ما راح عنده ما عنده الربع عاد منبه عاد منبه قدرت تركض وش صار علمنا انت في واحد نجس كم سوي نفسه انه تمثال من الفيلا طلع انسان طيب اي والله ابو سعد انا بعطيك الخبر اللي بيزعلك واتمنى انك ما تزعل الشخص اللي ضحي واختار المهمه ما يقدر يتراجع ابو سعد موتنا ابو سعد لازم تكمل يا هلا والله دخت والله يمديك والله يا هلا في مشكله اذا ابو سعد تحول زومبي بياكلنا كلنا يا هلا والله ما اقدر كت والله ما اقدر والله خفت والله طحت اقسم بالله من خلهم ياكلونك طيب انت ليش جيت طب خلهم ياكل بطلع مره ثانيه خلهم ياكلوني الحين هم على اساس يموت ابو سعد نعم ايش فيك ايش فيه زومبي يسوي نفسه حجر بعدين كذا يسوي سلام عليكم ايش طبيعي بغى ياكلني وانا بطيء لهالدرجه ما تقدر يا اخي طف قاعدين في ملعب ابو سعد لازم تطلع ترى مهمه صعبه لا تحسسني سهله سهله وجدا سهله بعد روح سوا يقول سهله وانا بنوح بنوح يقول سهله يقول سهله يا بنوح عشان قاعد يقدم المقطع ولايك واشتراك روح سو تم ابى اسوي تم عشان اعلمك انا كيف هي سهله يا ابو سعد يا الله يلا الوريث الشركز مع الوريث الرسمي ركزوا معي في حال انه مات انا بكون اقدم اللي بعده حلو حلو تمام تم وش المهمه طيب اروح اجيب اللوحه من قلعه مودي وانا امشي على اطراف اصابعي يا عيال في حال اني مت او اني اكلوني بدر النوح بيكمل المقطع عني سلام عليكم يا شباب تشرفت فيكم واحد اثنين ثلاثه يا عيال اي واحد بيطلع انتبهوا الزومبي اللي حاطينه في الفيلا عشان الفعاليه ترى في واحد مسوي نفسه معهم تحرك هو اللي دمرني طحت والله ما قدرت ودي بقسه والله ودي افسخ قناعه وبقسه
طيب السلام عليكم. توقعاتك هل يعدي فيرفول؟ اي طبعا بيعدي. كيف؟ ليش؟ الزومبي بيوقفون احترام. لانه مؤسس بيت الرعب. اي نعم. انت ايش رايك ابو فهد؟ والله تم الصدق. اي لا والله انه سريع مره تحاول. يا سريع يا اخي والله كنت بقول دحوم سريع يا ساتر والله قلت لكم سريع اربعه سؤال معليش سؤال لكن اقنعني اول شيء كان في زومبي موجود في كثير صح سؤال جاوبني بصدق هل ودي اقول لك التحيه جايب واحد يركض يمشي الليله والله ان المنبه دق وانا في قلعه مودي قسم بالله يا ياسين هالصدق ان المنبه دق وانا في قلعه مودي طيب وش صار اول ما دق المنبه لدرجه ان الزومبي اللي عنده موجود على اليمين اول ما سمع ركض وراي متعافي ما شاء الله عليه اللي لونه احمر ركض وراي ركضه ولكن انا اسبقه انا انسان انا افوز بالسباقات صح اني بكره بقوم ما اقدر اشيل رجلي بس رب الكعبه يعني يباني اركض يقول له افوز بالسباقات ويقول لي والله ان لو كان ابو السعد يعني خلينا نفكر مثلا تحدي الطبخ وش فيه ايش المقطع ما اقدر اكمل لو ان ابو السعد طلع المهمه هذه بيموت جي ولكن هذه لوحه مودي ركز معي بس ابو السعد لعبها بذكاء ايه ركز رجع على طول بسرعه رجع ولا صار زومبي ايه قدر انه على الاقل ما يصير ضدنا صار معنا طيب وانا وش انت يا حبيبي الزومبي تقول لك تحيه ليش وش ليش مؤسس بيت الرعب انا شايف ثلاثه يلحقونك الحمد لله يشفع لي اقسم بالله ثلاثه زومبي يلحقونك ثلاثه عند ابو السعد مسكين ثلاثه حولي طحت ثلاثه حبيبي هذا طحت ابو السعد لو ممثل انه ميت كويس كان كلف شباب سويت المهمه اللي علي هذه لوحه مودي هذا الرقم بس الأول. ما قصرت هذا الرقم الأول كم الرقم دحوم أربعة دحوم ركز معي حنا كويس نثق فيك إيه؟ كصديق لنا إيه؟ تمام ونحبك يعني أنت تقول الزومبيز تقول تحية لأني أنا مؤسس بيت الرعب ونحبك إيه؟ كصديق لنا إيه؟ حلو ولكن ترى حنا ما ندري شو صار معك برا أنت الهوست للمقطع إيه؟ وأنت المؤسس بيت الرعب طيب ليش أنا أقول أبطلع أشوف الأجواء يا عيال إن مت أعرف إن فيها إنا إن عشت إن شاء الله على خير تبغى تضحي تطلع أنت إيه نعم للرقم من الجبل الخزنة نعم أجلوني بسم الله اختار أي مهمة عادي صح تفضل كاميرا يلا بسم الله تفضل الجوال والله خايف عليك يا ركان والله إيش قصدك ركان أنا والله تفضل الجوال باخذ هذه بسم الله الرحمن الرحيم ركان افتح خلي وثوق وان طول الجيم معك هذا ما اعرف ليش تفضل مكان والله العظيم ان تعرف مدى يلا مكان ليتس جو لا وش ذي لا ها لا كيف يعني ما يمكن وش لا والله مكان صدق والله ركانني كل ثقه مكان باذن الله التحدي هو تروح عالم شونغ وتجيب الصباره اللي هو لعبه صباره يطلع صوت ايه ولكن وانت لابس والله مستحيل والله حبيبي حبيبي المنبه وش صار له تفضل هذا المهم العلم انا ببدا من هنا اطلع صوت دحوم يا اخي مستحيل ذي اسمع ايه ركض والله تعالوا تعالوا ابى العب بذكاء ما عليك اعطني رجلك بسم الله واحده ولا ثنتين انا اقول واحده والله واحده والله مش كثير امشي انت صغير يا اخويا صوت حبيبي انت بتطلع تموتني امشي تعال رجلك الثانيه عاد رجلك الثانيه طرف صبعك رجلك الثانيه خلاص الحين خلاص صح دحوم دام اني طلعت ولبستوني هذا الشيء ايه؟ معناه انه في شيء قيم الصبار هذا في شيء لو ما يستاهل يا عيال اعرف انه هذا خاين ولا في شيء لو ما رجعت ركان والله يا ركان الامر وشو صبر الامر وشو انك تلبس على رجولك صح نعم لكن عادي تمشي حبي بتعب لا بس مو متوه تكون امور انا اتوقع هذا بيصفح حسابات فلوسه كم يطلبك هو لا شغلنا تكفكس العين يا ركان لكن ان بدل المنبه ابركض والله إيه؟ شوف استفد من الوقت بالحبي انا اقول استودعتكم الله نراكم على خير حفظ الله والله بحفظ الله ورعايته والله بالتوفيق والله بالتوفيق اخويا يلا ما علي ان ما رجعت عاد ما يخالف وين رجعت امشي روبي مكان كشاف بسم الله هذا الكشاف وهذا الجوال المنبه الله يوفقك يا حبيبي مع السلامه بسم الله الرحمن الرحيم بدل الوقت ابا حبيبي بحبي بمشي على ركبتي عالم شنق يا اخوان عالم شنق ابعد شيء في الحياه
موتنا موتنا. صوت صوت اخويا شباب والله سمعتوا الاصوات انتم صح؟ يب 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 واضح اللي صار كلنا قمنا هناك عشان نشوف الاصوات واضح اللي صار حلو. واضح انه قبل ما يصارخ اخويا كان قاعد يقول اخويا ذبحت اخويا انا ماني دخل ذبحت انا ماني دخل اللي واضح انه قاعد يصارخ يقول اخويا اخويا ما اعرف اذا مات ولا لا بنعطيه 30 عندك الحاسة السادسة تشمه عدد دقيقتين صح تشمه ها اخوك حي ولا ميت انت مديك اخوك تو ما كيد حتى تحسي لا 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 مستحيل لا لا والله يا عيال يا عيال والله قلبي قلبي غرزني غرزك اي والله وش يعني غرزك تعال نشوف خلينا نشوف شباب غرزني. ما عندنا وقت شباب ما عندنا وقت الوقت يداهمنا والبيت بينهار والزومبيز كلهم بيجونا هذا المنطقة الوحيدة الآمنة بعد فترة إذا طاح علينا كل المكان يعني عاد يطلع أسوي الحين مهمة مين يضحي يطلع أنا باقي لنا ثلاث مهام وثلاث أرقام تروح تدور أخوك لا نبغى الكود وش هذا الصوت هذا صوت الروح هي تطلع يا عيال مرة ذاكين طول طبيعي أدق على إسعاف ها أدق إسعاف ما في إرسال مو موضوع في زومبي يمر أخويا أخويا وات أخويا ذو أخويا زومبي يا الصبار 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 يا الصبار بيده مو طبيعي يما الصبار بيده المهمه اخويا والله لا بتقوم لك رب البيت المهمه حقته مع بيده يعني انا عندي سؤال قد مره فاز بتحدي لا لا يا اخي راكان ليش تطلع انت ما تفوز بتحدي واحد بطلع اروح اجيبه يا حبيبي كيف هذا بيخش بجرب يدحوم حقه انا ما قلت لكم دحوم هو السبب يبي يذبحه يبي يذبح راكان يا لا ما نشوف خلنا ندخل ندخل خلنا ننزل مين منكم بيضحي مين منكم بيضحي الان انا بسرعه انا اخوك دخل اخوك واحد دخل عليه بسكين هذا رياكشن ادمي بخلص المهمه قلبك يا شيخ برق وينك يا رب ريان ريان ها بتضحي ولا لا بضحي نحتاج نفتح الخزنه ناخذ بضحي اختاري لا بضحي هذه عطني ها يا عيال امك ريان ابشروا بي يا عيال والله ابشروا بي ريان والله انكم تبشروا بي ها ايش المنبه الكاميرا الكشاف حلو حلو لا حلو راحت معاه يعني بروح بدون كشاف بدون منبه حلو بدون منبه حلو الافضليه هي ما عليه منبه عندك ليش انت حريص على انه يكون دقيقتين ليه ليش تعذبنا ليه طب ليه ما تعطيه كاميرا يلا خلاص نخلص المهام نخنق دحوم ونطلع للزومبي تفضل والله المهمه هي انك تروح للملعب وتجيب الكوره ولكن وانت تحمي قرب 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 يمديك 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 اسمعني 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 الملعب اللي هنا الملعب هنا اقسم بالله قريب والله يمديك المشكله في المنبه كيف ارجع يا رجال شوف كامل كامل اول ما يدق قم وانا راجع اسمع عندي كام احتياطيه الكام مره مهمه وهذه اخر واحده لازم ما تموت تكفى الله يرحم امك احنا نحتاج ان نشوف طيب. التصوير اللي يصير علشان نرجع نشوف الزومبي زوين وننحاش اذا طلعنا المفتاح الحين اروح الملعب وانا حاب اروح الملعب وانت حاب اذا اخذت الكوره تركب تبي تركض تركض ولكن ترى بيلحقونك بيلحقونك جاهز حلو بسم الله يلا, يلا, يلا يا شباب يلا يلا ادعوني ادعوني بدر انا وش معروف فيه انا قول وفعل اعطيه قول وفعل اعطي جواب ريان ايوه ايوه يلا باذن الله تفضل الكود الكود ما راح يخلص احبي احبي بسرعه يلا متعاون ماني متعاون هنا شغال واحد اثنين ثلاثه ضحك قدامي
اركض والله اركض 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 بسرعة يا عمري اعطي اعطي كورة اعطي اعطي والله سواها يا عيال جول فيل جول في يا عيال الرقم الاول اللي عندنا أربعة والرقم الثاني 7 ما اعرف اذا هو رقم 7 ترتيب الثالث بالرمز يعني الرمز ممكن يكون 4 بعدين رقم بعدين 7 بعدين رقم ممكن عشوائي يعني ممكن الحين عشوائي يعني الان عندنا رقمين باقي لنا رقمين وباقي لنا مهمتين عندي مين تفضل خذ واحده عمري بهاء ايوه عمري يا الزلمه عمري يا جمهوريه سوريا العربيه خشب المهمة هذه صعبة اوكي تروح فول جايز اوكي وتجيب العصا الحديدية اللي موجودة هناك ولكن 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 وانت تنط من طول الطريق يمديك يمديك اجرب الكعبة والله العظيم يمديك والله العظيم يمديك يمديك والله بها تكفى بهاء شوف ركز معي نط نطات من دون صوت ما عليك ازعل لا تنط نطة بصوت افسخ الجزمة افسخ الجزمة ما تحتاج الجزمة جوال صح عليك لكن انا عندي طريقه ثانيه افضل وش شوف والله تصدق يا بهاء انقز جرب طيب شوف جزمه شوف جزمه والله جزمه بدون صوت الجزمه اخف صوتها والله اخف انا سمعت والله ثنتين لا والله عالي والله عالي والله, لا والله عالي, 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 عالي عالي بهاء هلا قدها وقدود يلا قدها بنحتاج ان نطلع من هذا المكان ازهل 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 تفضل دقيقتين فول جايز تجيب العصا اللي موجوده هنا وترجع لازم يرجع هو ازهل 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 يا سلا يلا كان عندك تدربهم امسك وشو ايش تبغى زعلان يا عيال متعاون مو طبيعي يا اسطوره مو طبيعي يا اسطوره قسم بالله انك اسطوره باقي مودي 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 الصغير مودي مودي الصغير شباب 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 رقم واحد معناته عندنا 4 عندنا 4 و1 و7 باقي لنا رقم الخزنه تكفون الخزنه ليتس جو الخزنه من 9 ارقام كيف ولكن اذا جربناها اكثر من مره بتخرب تبون الخاطر نجرب الاحتماليات يا شباب ولا نضمن الرقم لا تشربون نجرب تبي نجرب ما بيضيع حياتي لا مودي معليك هذا يا طبنجه انا عندي خطه روح روح تراك ما مشيت انت روح يا الطبنجه روح دغفل لازم اسمعني مودي انا وياك بنسولف لو لا قدر الله صار شيء انا بضحي طيب روح حمام عشان مودي وعز تروحون المتجر وتاخذون هودي راكان وريان الجديد ولكن ولكن ولا 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 ولكن رجولي صح امشي برجولي ولكن ولكن امشي برجولي وانتم تمشون على ورا هادي مايكل جاكسون مايكل جاكسون مايكل جاكسون رب الكعبه النيزي باذن الله اسمع مودي عادي عزوز يموت انت مشين انا صغير انت عشت كثير بالحياه خلاص خلاص كمل علينا جاهزين يلا جاهزين تفضل عنده يلا يا عيال
قناتكني قناتي لك والله. ايه اخاف اني اخذ القناه اخذ الارباح حقتها. ايه ارباح القناه كامله. الارباح لي تاخذ الهدي. شباب شباب ما عندنا وقت، هذه اخر مهمه، الوقت يداهمنا. جاهزين شباب؟ الوقت يداهمنا، دقيقتين والمنبه بيشتغل. واحد اثنين ثلاثة، واحد اثنين ثلاثة. يلا كان انسان طيب والله. لا 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 مو معقول. اخوك يا شوف اخوي طيب انا داري. جاب الهودي جبته والله اني جبته جو جاب الهودي ورب اي والله انه ما قصر يا شيخ موت. الهودي هذا معقول اخلص من متجر الجروب خلص هنا هنا رقم 8 هودي ركان ريان هو المفتاح الاصلي المفتاح الصدقي. تعال خلونا نجرب يا شباب. اهم شيء جاب الهودي. اهم شيء جاب الهودي شباب. اهم شيء جبت الهودي. يعطيك العافيه عزوز صح انك قرب زومبي بس جبت الهودي. شباب الان جمعنا الارقام كلها تمام. تفضل تفضل. هذا فرنزي. تفضل. ما في طلقات. طلقات هذا لي مساعد. تكفى ايوه عطني شدقة عطني شدقة تكفى امسك كيف شباب احنا دحين وش جوا الخزنه؟ انا ما اعرف ايش جوا الخزنه لحد الان. طيب ليش نحتاج نفتحها؟ ليش نفتحها؟ ايه لان فيها المفتاح يعني اللي بيطلعنا. عبوا امو عبوا امو بسرعه قبل ما نفتح خزنه. عبوا عبي من هي عبي مخزنه؟ هذا مو اكل. انا ما ادري ايش وضعكم ولكن انا عن نفسي جاهز والله اني جاهز. يعني كلكم جهزتوا؟ يب عبيتوا؟ يب انا معبي كله. دي دحوم معليش دحوم انا ما عندي وقت. نبغى نغير. انا ما عندي وقت. خل نغير. ايش؟ خل نغير. خذ هذا في اربع طلقات معشقها. ما ادري هذا احس انا ايمي كويس بس يلا 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 بستل. يلا يلا بسم الله وخير. الرقم الاول عيال عندنا اربعه ريال. الرقم الاول اربعه. الرقم هذا واحد ولكن فوقه واحد يعني معناته هذا اول رقم. امسك يا بدر. يا ساتر والله اني ما شفته والله. هذا رقم 8 امسك. ايوه وين الكوره؟ طيب الان كم الرقم؟ وين الكوره؟ كوره معكم؟ كوره هو عندك ابو روح عندك ابو روح تحتك فيها سبعه. فيها سبعه ترتيب رقم 3 ترتيب رقم هذا 4 وهذا 8 والعصا واحد ورقم واحد. رقم واحد يعني هذا واحد. هذه واحد رقم واحد هذا الاول. بسم الله واحد اربعه اربعه سبعه سبعه ثمانيه. ثمانية ايوه ورب الكعبة وين صح عليك. بسم الله اي والله هذا هو. ايوه حلو. نعيمكم تكبون نعيمكم. بسم الله يعني بنطلع دحوم. لازم نركض الان. لازم نركض. طب يا عيال برا ليش ليش لازم نركض؟ يا عيال دحوم ايوه يبغانا نركض عشان ايش؟ عشان يسمعون الزومبي. نمشي القانون الوحيد الموجود في اللعبة. عميل عميل انت عميل. عطنا المفتاح اول شيء. عطنا المفتاح. عطنا المفتاح. عطنا مفتاح. ايوه احسن منو؟ انا اسلم القياده لابو نوح. انا اثق بشخص واحد في هذه الفرقه، اذا كان عندي ثقه فهي تكون مودي الصغير. يا سلام. هو الشخص اللي يبغى يعيش اكثر واحد من بيننا. تمام؟ فبنتاكد انه يبغى يعيشنا. بس انا ما اعرف افتح المفاتيح. طيب معي. ادخل
يا عيال اركضوا انت احنا مين ما نروح انت انت ام البرود